وفي ذات سياق، وبوسط عاصمة الولاية بشار وأمام مقر المكتب الولائي لحركة مجتمع السلم، وقف عدد كبير من مناضليها وإطارتها وقفة تضامنية مع الإخوة الفلسطينيين، حاملين لافتات نددوا من خلالها بتلك التطورات الخطيرة المتسارعة وبالاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك. نور الدين مصري. تضامنية الاحتجاجية في نفس الوقت ضد الكيان الصهيوني عامة، وضد هذه الخروقات، وضد هذه الانتهاكات التي يمارسها هذا الكيان الغاصب ضد إخواننا، ضد ركن أساسي من أركان إسلامنا. الانتهاكات الإسرائيلية تطال المسجد، والعدو الصهيوني هو يحمي الآن المستوطنين اليهود. وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الذي إلى حد الساعة لم يجد إنصاف في المجتمعات الدولية والهيئات الدولية، ونحن بدورنا كمكتب ولائي جزائريين في هذه المنطقة نساند إخواننا المرابطين.